يا امشي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمح لنا بأربع نسوان واني ما خذيت الا هذه. هاي انت هاي ام حسين جوازت وجيت في سبيل اهرب منه من الكمل اللي رجعني يحيى والله لا رجع عشي والله كل لحظه طف تين عايشه بالف نعمه يا روح. يا عيني خلاص انا يوم المطلوب منك انا اسويه. تقول لك اياها ايش فيك يا سعيد؟ ماشي ايه شلون سهره؟ عايشين من قلت الموت. ها كلياتنا عايشين من قلت الموت بس والله مبين على وجهك مو من قلت الموت. هاي بي من اول بس ما لازم نتفرح مع بعضنا ضد الرجال. بس تروح داعش قلنا نرجع عالرقه نرجع معززين مكرمين. سوريا بلد مثل ما بتعرفوا اكيد بلدنا هاد بلد كتير حلو فيه لنا ذكريات بيننا جيران بيننا ايوه تعليمكم ان شاء الله نرجع على بلدنا سوريا وتصيروا مثل الشيء اللي حاطينه ببالكم.